والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 33.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر من عام 2022 بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي. على جانب آخر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة بشأن التمويل المستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. كما ذكر البنك المركزي أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وإيمانا بالدور الهام للتمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي. في إطار الحملة الترويجية والتعريفية للفرص الاستثمارية المتاحة التي أطلقتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية الشهر الماضي، رفعت بورصة ناسداك الأمريكية على واجهات مبناها الشهير في ميدان التايمز سكوير بمدينة نيويورك فيلما تعريفيا للمشروعات القائمة داخل مناطقها الصناعية وموانيها التابعة لها. أشارت المنطقة الاقتصادية إلى تدرج حملتها الترويجية دوليا سواء في مطارات دولية أو بأشهر ميادين العواصم العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومزايا الاستثمار داخل المنطقة، وكذلك استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر داخل المنطقة الاقتصادية. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور سفينة الركاب العملاقة أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة. كما وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة. إلى سوق المال، وفيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، وفيها سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 763.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 11242 نقطة ليرتفع بما نسبته 0.8% ويغلق عند مستوى 11262 نقطة. كذلك فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2225 نقطة ليتراجع بما نسبته 56% ويغلق عند مستوى 2213 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3242 نقطة ليتراجع بما نسبته 51% ويغلق عند مستوى 3226 نقطة. من أسواق العملات إلى أسواق من أسواق المال إلى أسواق العملات، وفيها تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 24 جنيه و20 قرشا للشراء و24 جنيه و31 قرشا للبيع، في حين سجل اليورو ما قيمته 23 جنيه و57 قرشا للشراء و23 جنيه و69 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 27 جنيه و11 قرش للشراء و27 جنيه و23 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيهات و59 قرشا للشراء و6 جنيهات و62 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته إلى 6 جنيهات و44 قرشا للشراء و6 جنيهات و7
و40 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين لتسجل ما قيمته 1626.17 دولار للأوقية. أما بالنسبة للأسعار محليا فسجل ذهب عيار 18 ما قيمته 1017 جنيه، وبالنسبة للعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1187 جنيه، وبالنسبة للعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1357 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 9469 جنيه. اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد في سبتمبر الماضي، وذلك بسبب تداعيات ارتفاع الدولار، وتراجع الطلب العالمي على الصادرات. وقالت في هذا الإطار وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 11.6% ليصل إلى 73.3 مليار دولار، وقد انخفضت صادرات السلع والخدمات هي الأخرى بما نسبته 1.1%، بينما زادت الواردات 1.5%. كان انخفاض العجز التجاري هو المحرك الرئيسي لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى مع سحر ودينا. شكرا لك مصطفى ميزار.